هل العدد في صمويل الأول 8 عدد 16 بيقول شبانكم أم أغنامكم؟ البعض بيقول إن العدد اللي في صمويل الأول 8 16 ويأخذ عبيدكم وجواريكم وشبانكم الحسان ده محرف، لأن الكلمة الأصلية أغنامكم وليس شبانكم. الحقيقة الموضوع ده غير صحيح. الكلام اللي جه في الماسوريتك العبري اللي هو شبانكم أم أغنامكم زي ما البعض حطها في بعض الترجمات النقدية. الترجمة العربي اللي كتبت شبانكم، تراجم الإنجليزي كتيرة، ACV، American King James، American Standard Version، WV، البيشوب، CEV، CJB، والكو كتير جدا، English Standard Version، International Standard Version، و International Standard Revised American Version، وحتى الترجمة الإنجليزية للمؤسسة اليهودية JPS كلها كتبت شبانكم أو الميد سيرفنتس. كويس؟ فالترجمات تقريبا كلها تقريبا في صالح النص التقليدي. كويس؟ ترجمات قديمة زي الفولجاتا كتبت شبانكم. طب اللي بيحبوا الفولجاتا قوي أو اللي بيكرهوها ما جوش في العدد ده وضحوا إن الفولجاتا كانت صح ليه؟ البشيطة من القرن الرابع كتبت شبانكم. كل النصوص العبرية لينينجراد وأليب وغيرها كتبت شبانكم. وأدي على سبيل المثال صورة لمخطوطة أليبو اللي قالت هذا الكلام. للأسف في صمويل الأول إصحاح 8 يوجد مخطوطة من قمران ولكن مش مكتملة، الجزء اللي فيها هذا الأمر متآكل. طيب كلمة أغنامكم جات من فين؟ من السبعينية. السبعينية فعلا كتبت هذا الأمر، والسبعينية ترجمة تفسيرية رائعة ممتازة جميلة جدا، ولكن هي ليست النص الأصلي. فالكلمة اللي هي كلمة فانفاس، الكلمة دي اللي هو هيرد، آسف، الكلمة اليونانية اللي ذكرت هي اللي ترجمت بجود هيردز، كانت جاية من السبعينية. لكن ترجمة تانية فانفاس اليوناني، الكلمة دي كتبت شبانكو. كويس؟ طيب هل النص الأصلي فعلا ينفع شبانكم ولا أغنامكم؟ العدد في سياقه أن لو عينه ملك هياخد عبيدكم وجواريكم، كل حاجة كويسة من الناس وبما فيها الماشية بتاعتكم، بس يبقى في حاجة كده ما تذكرتش، أغنامكم الحسان أم شبابكم الحسان؟ الحقيقة ما ينفعش ياخد منهم عبيدكم وياخد منكم كل البهائم بتاعتكم ويسيب الشباب بتوعكم. لكن ايه الموضوع في السبعينية؟ السبعينية اللي بتترجم للأمميين في القرن الثالث قبل الميلاد مش عايزة توضح انه الملك اليهودي بياخد الشباب لنفسه. كويس؟ فالسبعينية التفسيرية حبت توضح انه بس الملك بياخد كل حاجة جيدة، عشان كده ربنا ما كانش عايز يعين ملك لشعب اسرائيل. هو ده كل الموضوع ببساطة شديدة. كون اللي يمسك الموضوع ده ويستشهد بيه على السبعينية يقول ان هي غلط. طب هو عايز ايه في الاخر؟ لما الفولجاتا قال لكم غلط، الفاندايك غلط، كينج جيمس غلط، ترجمات تقليدية غلط، ترجمات تفسيرية غلط، السبعينية غلط، القبط غلط، كله غلط، طب هو عايز ايه؟ او عايز ايه؟ هل دول خبرة في النص الاصلي؟ طب خلاص بقى يقولوا لنا ساعدتهم ايه المطلوب، ما يبدأوا بنفسهم ويعملوا الترجمة اللي هم شايفينها، ويبقى ساعتها من حقنا ان احنا ننقد هذه الترجمة نقد علمي مظبوط، ونشوف اعتمدوا على اسلوبهم ايه، ونشوف المخطوطات اللي اعتمدوا عليها ايه. فالترجمة السبعينية ترجمة رائعة، ولكن برضو عمل بشري غير معصوم، فكون ان يوجد فيه اخطاء بسيطة جدا لانها ترجمة تفسيرية ده ليس يعني انها ترجمة كلها غلط، لا، ترجمة صح تعتمد عليها، ولكن ممكن بعض الاحيان ما تكونش دقيقة في لفظ او غيره، ده أيضا نفهم مصدره كويس جدا ونقدر
نكون عارفين القصة ماشية ازاي. آسف لو كنت طولت، ربنا.